معكم سعد سولي الناطق الرسمي باسم فريق الرجاء العالمي. هذا شرف لي كبير انني تولت لي هذه المهمه انني اكون ناطق رسمي ديال واحد الفريق من اعرق الفرق المغربيه اللي عندها انجازات على الصعيد الوطني والقاري كذلك. وما ننساش كذلك الشكر الجزيل للسي عزيز البدراوي اللي وضع فيها الثقه هذه. كان بدي انني نخرج يعني بزاف ديال الاخوان، وكنرحب كذلك بالزملاء والصحفيين الاعلاميين الاخوان ديالنا، مرحبا بكم. كان بزاف ديال الناس طرحوا تساؤلات علاش الناطق الرسمي ديال الرجاء البدراوي ما خرجش. كنت واحد الوعكه صحيه، درت واحد العمليه جراحيه، ولكن الحمد لله الامور بخير وعلى خير. فخطه العمل ديالنا ان شاء الله عندنا واحد خطه عمل، درنا واحد استراتيجيه اللي هي اننا غنبقاو دائما في تواصل مع الاخوان والزملاء الاعلاميين اللي غادي نمدوهم بكل معلومه، ولكن معلومه تكون مصادر موثوقه. انا كنأكد عليها مصادر موثوقه بعيده على الشبهات ديال الاشاعات وديال الاخبار الزائفه، باش ان شاء الله نديرو يد في يد ونمشيو بعيد بهذا الفريق هذا. لاننا ما غاديش نخدموا غير الرجاء البيضاوي، الا خدمنا الرجاء غادي نخدموا الكره المغربيه، وغادي نكونوا حنا السفراء للمغرب ديالنا. لان الحمد لله كل شيء هذه الساعه عندنا موجود، كيخصنا غير نديروا يد في يد ويكون التآزر، والباب ديالي راه مفتوح انا دائما. دونك ان شاء الله غادي نعلنوا على واحد اللقاء صحفي اللي غادي نبرمجوا وغادي نتصلوا بكم ان شاء الله في اقرب عاجل. شكرا لكم، ومره اخرى شكرا سي عزيز على الثقه اللي وضعتوا فينا، وشكرا للزملاء والزميلات اللي معنا في المكتب، لان كتشوفوا وجوه جديده، وجوه طموحه، وجوه اللي باغا تخدم هذا الفريق. لان باش ما نكذبش عليكم وسمح لي طولت، فريق الرجاء البيضاوي كان في كوما، كان في الانعاش. دابا الحمد لله بالمجهود ديال السي عزيز والمجهود ديال الاخوان ديال الطاقم التقني، فالحمد لله الامور بدات كتاخذ المجرى ديالها. والكلمه ديالنا ان شاء الله غادي نقولها في هذا الموسم باذن الله، وبطبيعه الحال بالتعاون ديالنا معكم وتعاونوا معنا حتى انتم. شكرا لكم جزيلا. انا غير اضافه قبل ما نرد لك الميكرو سي العالمي، هو سي سعد الناطق الرسمي، ولكن راه هو المسؤول على اللجنه المكلفه بالعلاقات والتنسيق مع الجماهير ومع الجمعيات، باش يكونوا عارفينها المنخرطين. هو المسؤول على التواصل والتنسيق والعلاقات مع مؤسسه المنخرط ومع الجماهير ومع الجمعيات. نسى ما قالهاش ولا بغى يسلتني هنا ولا ما عرف. المهم احنا قلنا كان غادي يخرج يدير واحد اللقاء، لانه انا اعلنها من دابا، ما غتبقاش تشوفوني اعلاميا بزاف. هو اللي غيتكلف بهذه المساله هذه، هو اللي غادي تبقاو تشوفوه ديك الساعه مره الا كاين علاش، ولا الا كعاوني شي وحدين، ولا راه غنخرج انا ما تقدرش نسكت. والا من لاباج ديالي انا ديك العصير من ليه.